هدم المنارة التاريخية لجامع السراجي في البصرة قبل أيام ما زال يلقى تفاعلاً في العراق والأمة الإسلامية، فما حصل برأي المهتمين بالآثار يعد إهمالاً وتدميراً للمعالم التاريخية والتراثية في البلاد، رغم أن الحكومة بررت عملية إزالة المنارة لفك الاختناقات المرورية. حلقة برنامج يومايك لهذا الأسبوع ستناقش ما مدى الاهتمام الحكومي بالمعالم التاريخية والتراثية في البلاد، فكونوا معنا. كيف تابعت موضوع إزالة المأذنة؟ هل حزب بنفسك يعني أن تزال المأذنة بهذه الطريقة، رغم أن الكل متفق أنها كانت ربما تشكل عائقا أمام مرور المركبات، لكن هل تزال بهذه الطريقة أم لديكم وجهة نظر أخرى؟ والله أنا بالنسبة لي كنظري يعني من أهالي المنطقة هي لابد يصير لها فتح حل، لابد يصير لها فتح حل. يعني كالطريقة هذه أكو إنسان يستقبلها وأكو إنسان ما يستقبلها، بس إحنا شو نقول؟ نقول النتيجة، يعني أنا طلبي النتيجة. طالما من أهالي المنطقة، هل فعلا كانت المأذنة تشكل عائق أمام حركة الناس؟ والله أكو حل ثاني بصراحة، أكو حل ثاني، يعني أكو حل ثاني يقدرون يسوونه. هذا المفروض يسوون الحل الثاني بدون المشاكل. شنو هو الحل؟ يعني مثلا الشارع هي هم، يعني يكون الطرف وين يتفهم الوضعية، الطرف وين يتفهم الوضعية، هي المأذنة قديمة يعني والتراثية بنفس الوقت تحس بالقلب، يعني هاي المسألة المفروض يعني يسوي لها الترتيب. هل فعلا كانت المنارة تسبب أو تشكل عائقا لحركة مرور السيارات في قضاء أبو الخصيب، وحضرتك من أهالي قضاء أبو الخصيب وكان إزالتها واجبا؟ نعم هذه المنارة بالتوسعة الأخيرة لشارع أبو الخصيب أصبحت عائقا وأخذت مسافة من الطريق، ونحن مع إزاحة المنارة، بس شنو؟ ليست بهذه الطريقة. هي المنارة اليوم إرث، نعم عمرها 300 سنة، نعم، لكن هاي المنارة مو تخلينا يعني أصبحت اليوم عندنا فد مشكلة وفتنة بالبصرة، فهذه احنا اليوم نطالب السيد المحافظ بإعادة ما تبقى منها وإعادة هيكليتها الأولى ونورقها وشكلها الأصلي لكي تخف الوطأة. أما هنالك عندنا مراقد يمكن أزكى وأحسن من المنارة، ألا هي ومرقد سيدنا أنس ومرقد سيدنا طلحة، التي الآن أصبح بعض الحيوانات يتبول عليها، يعني هذه أوجب، لأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ترميم؟ طبعا. أسأل حضرتك كيف تنظر إلى موضوع إزالة المنارة؟ هل يجب كانت أن تزال بهذه الطريقة أم لديكم وجهة نظر أخرى في التعامل مع هذا الأرث التاريخي؟ لا شك يعني الآثار والتراث لها وقع في واقعنا وفي مجتمعنا. الاتفاق كان أنه هدم المسجد وكذلك هدم المنارة بكلام نفس الشيخ أسعد العيداني الله يحفظه، يعني قال تقطع المنارة وتعاد، لكن فوجئنا أنه الهدم كان شمل حتى المنارة. يعني هل تتفقون أنه المسجد كان مثل هو جزء من إرباك لحركة المرور وإزالته كان يعني شيء واجب، لكن وين نقطة الاختلاف؟ نقطة الاختلاف مسألة هدم المنارة، يعني كانت الأجدر والأولى أنه كما يعني فهمنا وكما سمعنا من قبل أنه تزال طابوقة أو ثلاث يعني قطع وترجع مثل ما كانت. كيف تابعتم هذا الموضوع؟ هل وجدتم في إزالة المنارة هو نوع من التعدي على إرث تاريخي، أم يعني كان يفترض أن تزال بطريقة أفضل من هذه الطريقة وتحل مشكلة الاختناق المروري؟ نعم، حقيقة تفاجأنا بهذا الخبر وهذا النبأ بإزالة هذه المنارة وهذا التراث القديم من تراث العراق، من تراث أهل البصرة. لو كانت ريثا قليلا حتى أزلنا هذه المنارة شيئا بشيء، قطعة فقطعة، حتى يرجع تراث عراقي حقيقة، تراث بصرة. وهذا يعني صار أكثر، بعد الرواية تقول أكثر 300 سنة، مو سمعت الشيخ؟ هذا اللي سمعت أنا، وهذا تراث يعني قديم في تراث أهل البصرة. إحنا لا نقبل أن يتجاوزون على مسجد بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، ولكن إذا كان هذا المسجد، في روايات السنية والشيعية، إذا كان هذا المسجد بيت من بيوت الله وكان عائق لطريق العام، عندنا حكم شرعي يزال
طبعا الناس ما مختلفة شيخ على الإزالة، لكن وين نقطة الاختلاف برأيك؟ نقطة الاختلاف في المنارة المفروض طريقة كما الإزالة. أحسن طريقة الإزالة قطعة بعد قطعة حتى ترجع كما هي. ما المطلوب الآن شيخ لحماية هذا الأثر وأثار أخرى؟ لابد يعني لابد أنه ما تكون بهالصورة يعني مثل ما صارت، يعني إحنا هذا صارت وراحت. أيضا هناك أرض ديني آخر، يعني نخشى أن تقع نفس المسألة في مكان آخر، فيعني قد تكون هذا درس وعبرة إن حتى نحفظ على آثارنا، نحافظ على تراثنا. المطلوب من وزارة الآثار هي تحافظ على هذه الآثار. عندنا آثار كثيرة الآن مهملة مهملة، يعني حقيقة عندنا آثار كثيرة بالبصرة، في الزبير، في قرمة علي، في شمال البصرة آثار كثيرة الآن مهملة، وكأنما الوزارة لا لها علم في هذه الآثار. نطالب بتوفير الحمايات اللازمة للمراقد الصحابة الكرام، مرقد الصحابي الجليل أنس بن مالك، والصحابي الجليل الزبير بن العوام، ومرقد الصحابي طلحة. هذه هم التراث أفضل من المنارة التي نذكرها اليوم، وهذه الضجة الإعلامية أو الفتنة التي ظهرت في البصرة. هل وئدت الفتنة؟ وئدت، إنما يجب على رئيس الوزراء ورئيس الديوان قطع هذه الفتنة في هذا الأوان. كيف بإسراع إعادة بناء جامع السراجي؟ إن كانت يوجد الطابوق الذي هدم من المنارة يعاد بناءها حسب الطراز والشكل القديم وحسب الشركة التي ذكرت من قبل الشركة التركية. أما إذا لا يوجد آثار هذا الهدم فمحيت، فنطالب بتشكيل لجنة، تشكيل لجنة من الخبراء الاختصاص بالآثار، تأتي لجنة لبناء منارة جديدة تليق بهيبة المسجد وتاريخ المسجد. المنارة للأمانة هي تراث بصري بحت، ومن المستحيل للمحافظ ولا غير المحافظ يستطيع أن ينكر ذلك، ولكن للأمانة خلال الفترة التي مضت تقصير التراث، تقصير دائرة الأوقاف، نقولها بكل صراحة، لم تسجل المنارة بالتراث، والآن نحن نتحمل مسؤولية ذلك. لكن إن شاء الله قريبا ستبنى المنارة بهيئة جديدة بنفس الطابوق بإذن الله تعالى. الشركة التركية إن شاء الله ستباشر العمل قريبا بإذن الله تعالى، ونحن بالنسبة لنا مع نقلها، نحن مع نقلها، ليس ضد نقلها، وبالعكس، لأن المصلحة العامة هي أبدأ من المنارة، ونقولها بكل صراحة. حاولنا أن نستطلع جميع الآراء لمواطنينا من قضاء أبي الخصيب، رجال دين من الطائفتين الكريمتين السنية والشيعية. كانت هذه آراء الشارع هنا في البصرة.